صحفي طيح بشبكة ديال المخدرات كبيرة. إذا ما دور المخزن في هذا الشيء هذا؟ دابا ولا العكس، دابا الصحفي هو اللي كيشد الشبكة ديال المخدرات ياك، والمخزن دابا هما الصحافة، الصحفي هو المخزن. اش كنبغيو نشفاو في بنادم وكنبغيو غير نغرقوه وصافي، حيت هو كان لاباس عليه، عنده كاتكاتو فيلا، خصو يدخل الحبس وخصو يتحاكم، عاد كيبردو غدايدنا. حنا هكا دايرين المغاربة، كنبغيو نشفاو في بنادم وغير كنشوفوه لاباس عليه، خصنا المهم يدخل الحبس، واخا هو بريء مثلا برؤو القضاء خصو يدخل الحبس. الا بغيتي تعرف الحقيقة ديال اي انسان كما بغى يكون، واخا يكون الصديق ديالك الوفي، تعمد تغلط معاه بالعاني وغادي تشوف الكم الهائل ديال السبان والتنمر. واحد المثال كيقول اذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة. وحنا كنقولوا الانسان ابن بيئته، الانسان يعرف حقيقة نفسه. اي واحد راه كيعرف الحقيقة ديال راسو، ماشي الناس اللي غيقيموك ويعيروك. راه خط تنمر عليا ولا تسبني ما غتنقص ما غتزيد ليا. كنمشي في الليل كننعس في الخدية مرتاح، علاش؟ حيت ما ديت رزق حد، ما تعديت على حد، ما سبيت حد، الحمد لله الضمير ديالي مرتاح. الانسان يعرف قيمة نفسه، لا تنتظر من احد ان يعيرك ويقيمك، فقيم نفسك بنفسك. كي كيقولوا الشيوخ، خصك انت تقيم راسك براسك، ما تسينش الناس يقولوا عليك زوين ولا راه كما بغيتي تكون، راه الضربه جايه من موراك، جايه من موراك، راه غادي يسبوك ويتنمروا عليك. خليها في يد الله وثق في الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. ندخل في الموضوع ديريكت اخوتي، المغاربه بدون لغه خشب بحال العاده. ولكن قبل ما نبدا في الموضوع وندخل في الموضوع اللي جيت نخوض فيه النهار ان شاء الله الرحمن الرحيم، بغيت نشير لواحد الملاحظه بسيطه. كنت تطرقت البارح في واحد الحلقه اللي هضرت فيها على دنيا بطمه ولطيفه رأفت وسعيد الناصري، وخرجوا بزاف ديال الناس تنمروا عليا، حتى انا بقى فيا الحال، تنمروا عليا وسبوني، ما دانيش النعاس حيت تنمرتوا عليا وسبيتوني البارح. راه واخا تسبني انا من هنا حتى العام الجاي كنمشي في العشيه كنعس مرتاح، عرفتي علاش؟ حيت الضمير ديالي مرتاح، ما سرقت حد، ما تعديت على حد. انا تعمدت نغلط البارح وقلت بان دنيا بنت العربي باطمه، العربي باطمه راه عمها ماشي باها، سميتو حميد وكان كيدوز ديما في شوف تيفي. انا غير تعمدت نغلط باش نشوف الناس كيفاش يعني كيشوفوا المحتوى ديال الانسان، كيفاش يعني كيديروا الاناليز. واش نتوما كتدخلوا تشوفوا المحتوى وصول بالموضوع، ولا كتشوفوا الهضره الخاويه؟ راه قلت عمها، لا ماشي با، هذاك راه ماشي عمها، راه با. حنا في المغرب عمي بحال با، كبرت عند عمي في الدار، عمامنا بحال الابوات ديال بحال الاباء ديالنا، العمام ديالنا حنا في المغرب بحال الاباء ديالنا. عمك ولا باك راه تاع عمك، راه بحال باك، راك كبرتي مع عمك وكان كيعطيك طريحه حتى هو منين كنتي صغير، وكان كيدور معك وكان كيديك للحمام عمك بحال باك. يعني حنا خصنا نلاحظوا المفيد، خصنا نركزوا على المفيد، ما نركزوش على الطرهات والتخربيق. قبل ما نواصل معكم الحديث اخوتي المغاربه وندخل في صلب الموضوع اللي غيكون موضوع شيق ان شاء الله الرحمن الرحيم، بغيت نوريكم واحد المقتطف لا فيديو ديال المغنيه ديال سعيده شرف اللي كانت هضرت مع واحد المنبر اعلامي وقالت لك بان شي وحدين الله يهديهم كانوا تنمروا عليها وقالوا عليها بان هي راها بقره. سمعوا مزيان شنو غادي تقول المغنيه سعيده شرف ونوصل معكم الحديث ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما عمري خرجت تنمرت على شي انسان، لانه انا تنمر عليا وتقال عليا البقره، وتخست فوطانيتي، تخست بزاف ديال الحوايج، ولكن كنقول عداله السماء وعداله الارض بقى تقدر تاخذ لي حقي. سمعتم كما شاهدتم اخوتي المغاربه المغنيه سعيده شرف كتشتكي مسكينه من التنمر، قال لك بان قالوا عليها بقره، انت قالوا عليك غير بقره سعيده شرف، وحنا راه سبونا الوالدين ديالنا ما خلاو ما قالوا فينا. علاش؟ حيت كنبانوا في الشاشه، ملي كتكون كتبان في الشاشه ملي كتكون شخصيه عموميه ولا يوتيوبر خصك تصبر، ما عندك ما دير، هذا الشيء اللي كاين خصك تصبر. واش انت غادي تبورتي بلانت؟ غادي دير شكايه ب 6000 واحد؟ ما يمكنش، خصك تصبر. انت كتخرج للعالم كتبين الوجه ديالك وكتهضر مع الناس، خصك تصبر. اللي سباك ولا تنمر عليك ولا دعيه لله، الله اللي غادي ياخذ الحق ديالك، الحق ديالك من داك السيد هذاك، ما عندك ما دير حيت انت شخصيه عموميه. ولكن انا اللي بغيت نقول لكم اخوتي المغاربه ان احنا ما كنعرفوش نفرقوا ما بين النقد السلبي والايجابي والنقد والنقد البناء، ما كنعرفوش لهذا الشيء هذا، مازال خصنا الروسيكلاج، اعاده النظر هذا الشيء هذا. واصلا المجال ديال لي ريزو سوسيو عامر غير بالدراري المراهقين، ما كاين ما يدار النهار كله هو شاد التليفون.
كتخرج له سعيده شرف كيسبها كيقول لها انت يا بقره انت يا بنت الحرام الله ينعلبوك الكلب انت غير بقره. يعني الدراري الصغار هما اللي كيخرجوا اغلبيه وكيتنمروا على الناس، ماشي شي واحد اللي بعقله انسان مثقف هو اللي غادي يخرج ويقول لك مثلا انت بقره ولا يسبك. شكون اللي كيسب وشكون اللي كيتنمر على الناس؟ الدراري اللي ما عندهم عقل، انسان اللي ما عنده والو في لاكابيسا ديالو، ما عنده والو، انسان يعني ضعيف الشخصيه وضعيف المستوى، هو اللي كيخرج كيسب عباد الله، ماشي واحد الانسان مثقف، واحد الانسان اللي بوزبال، هو بوزبال في دماغه ما عنده حتى شي حاجه هو. اما بخصوص قضيه سعيد النصيري ومن معاه، اخوتي المغاربه، خرجوا بعض الجهات اللي كيقتنوا خارج المغرب كيهضروا، بعض الناس خرجوا كيهضروا، قال لك بان الاطاحه بهذه الشبكه هذه تم بتنسيق مع مكتب مكافحه المخدرات الامريكي اللي عنده علاقه بمكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي دي او ا، هو مكتب مكافحه المخدرات الامريكي كيخدم بشراكه مع الاف بي اي مكتب التحقيقات الفيدرالي خارج امريكا، ملي كيتعلق الامر بشي دوله مثلا فيها الهيروين ولا كذا بحال افغانستان بحال مثلا المغرب فيه الحشيش، حيت هاد الشيء هذا كثر بزاف باغ اكزومبل كاينه عصابه كبيره وكذا كيديروا هما التحقيقات ديالهم الاف بي اي بالتنسيق مع المخزن ديال المغرب، هما اللي طيحوا زعما هاد الشبكه هادي. فين كانوا هاد الناس هادو؟ شحال هادي مكتب مكافحه المخدرات الحشيش راه من بكري في المغرب كاين في كتامه، فين كانوا هاد الناس هادو شحال هادي؟ كنجاوب هاد الناس هادو اللي خرجوا قالك بان هما اللي شدوا هاد الشبكه، مكتب مكافحه المخدرات الامريكي. المغرب ماشي دوله، هو ما عندوش المخزن، ماشي دوله اللي فيها 35 مليون واحد واللي عندها 12 قرن واللي فيها المخزن واللي المخزن ديالها معترف به دوليا وكيعاون دول اخرين في داكشي ديال الارهاب. حنا غنسينو مكتب مكافحه المخدرات الامريكي هو اللي غادي يجي، يجي من واشنطن حتى لكتامه باش يدير لنا بحث باش يشد لنا بار اكزومبل البعيوي والناصيري. مكتب مكافحه المخدرات الامريكي هو اللي يشد الناصيري ويشد البعيوي. هادي راه طرهات كتسمى عندي انا، هادشي راه التخربيق، راه المغرب راه دوله وعندو المخزن ديالو وراه مستقل، عنده المخزن ديالو هو اللي كيدير هو اللي كيطيح هاد الشبكات هادو وهاد الوزراء اللي كيدخلوا دابا للحبس ولي ديبيتي. واش حنا غنساينو امريكان هي اللي غادي تجي باش تدخلنا مثلا نائب برلماني للحبس بار اكزومبل ولا قايد حيت سرق؟ هذا راه خرج للعقل. واش المغرب جزيره هو صغيره فيه 100 واحد ما فيهش شحال من واحد كيخرج كيهضر في السياسه ولكن ما كيفهملهاش، ما عمرو خرج من المغرب، حدو باب دارهم وكيخرج كيتفوه بالطرهات، ما عمرو خرج هو من المغرب يعرف شنو كاين على برا بعدا، غير حدو باب دارهم كيهضر في السياسه. انا ما عمري شفت في حياتي وفي العالم كله ان الصحفي هو اللي كيطيح بشبكه ديال المخدرات ولا برلمانيين ولا كذا. صحفي صحفي طيح بشبكه ديال المخدرات كبيره، اذا ما دور المخزن في هذا الشيء؟ هذا المخزن شنو كيدير ملي يولي الصحفي هو اللي كيطيح بالشبكه ديال المخدرات؟ هذا راه البهتان وخرج للعقل. واحد الصحفي في المغرب هو معروف هو اللي قال لك طيح بالناصيري والبعيوي وطيح بداك المالي شبكه كبيره ديال المخدرات. صحفي كي دار هو تبعهم؟ واش كان عنده موتور هارلي دافيدسون والكاسك والكاميرات وكذا ديتكتيف بريفي هو وتبعهم وكذا؟ هو اللي عطى الاخبار للمخزن. اصلا ما من حقش صحفي يتبع واحد السيد مثلا ويدير عليه مثلا ويتجسس عليه واش كيدير الحشيش ولا كذا، ويجي للمخزن يقول لهم راه المخزن هو اللي كيدير بحثو كيتبع الشبكه ديال المخدرات لواحد المده ديال عام كيصوروهم ويتبعوهم حتى كيطيحوهم في الشبكه. راه ماشي الصحفي، الصحفي غير كيكتب هو مقالات، ملي كيشد المخزن هو الشبكه ديال المخدرات وكتحاكم في المحكمه وكيدخلوا للحبس صافي تنطق بالحكم. عاد ديك الساعه الناس كيخرجوا يهضروا ليوتيوبر كيخرجوا كيقولوا اه فلان راه تشد في الحبس علاش علاش طق 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 طق، راه مكتوبه في الجورنال وخرجت كذا في الاذاعه الرسميه المخزن قالها مثلا الناطق الرسمي بالشرطه كاع الكبير هو اللي كيخرج كيقول راه شدينا واحد السيد اسكوبار اشنو 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 اشنو. الصحفي كيخرج كيكتب المقال ديالو. دابا ولا العكس، دابا الصحفي هو اللي كيشد الشبكه ديال المخدرات ياك، والمخزن دابا هما الصحافه، الصحفي هو المخزن ياك، تقلبات الايه. دابا المخزن هما اللي غادي يبداو يسينوا الصحفي يشد لهم الشبكه ويخرجوا هما بحال اليوتيوبر يبداو يهضروا بالقراد ديالهم، راه شد راه شدينا واحد الشبكه ديال المخدرات وكذا وكذا وكذا، راه شدينا نهار الاثنين في السوق ديال والماس. التخربيق هذا راه البهتان راه خرج العقل. داكشي باش هادشي هذا كنشوفو كينيرفيني، كنشوف شي وحدين كيهضروا شي طرهات كنقول انا هاد الناس هادو واش كيفقهوا شي حاجه في السياسه ولا غير كيهضروا ولا
انا كنقول واحد المثال في المغرب اخوتي، المغاربه ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه، بخصوص سعيد الناصري والناس اللي خرجوا كيقولوا عليه بانه بحال الحاج ثابت. كيف يعقل ان التحقيق في سريه تامه؟ كيفاش نتوما يعني وصلكم هذا الخبر؟ واش القاضي قالوا في جريده رسميه؟ منين خرجتوا نتوما هذه الاخبار هذو؟ التحقيق في سريه تامه، هادشي هذا راه البهتان وخرج للعقل. السيد راه غارق حتى الودنين وبغيتو تزيدوا تغرقوه وتغرقوه، هو راه غارق حتى الودنين. علاش كنبغيو نشفاو في بنادم وكنبغيو غير نغرقوه وصافي؟ حيت هو كان لاباس عليه، عنده كاتكات وفيلا، خصو يدخل الحبس وخصو يتحاكم، عاد كيبردو غدا يدنا. حنا هكا دايرين المغاربه، كنبغيو نشفاو في بنادم وغير كنشوفوه لاباس عليه، خصنا المهم يدخل للحبس، واخا هو بريء مثلا برؤوا القضاء خصو يدخل للحبس. السيد راه ماجور والناس اللي كيجيو عنده ماجور راشدين كبار بعقلهم، ماشي دراري صغار كيجيب هو دراري صغار للفيلا ديالو، كيجيو هما برجليهم لعندو الفيلا، شغلو هذاك الدار ديالو فيها الكاميرات، الكلاب، القطوط، الجمل، اللي بغى يدير هو في الدار ديالو، حياته الخاصة. حنا كنشوفو الحياة الخاصة ديال الإنسان، ما خصكش تحاسب بنادم في الحياة الخاصة ديالو، خصك تحاسب أنه مثلا رئيس ولا ديبيتي برلماني، تهدر معاك برلماني كلا مثلا فلوس الشعب، وي هذيك حياته الخاصة الفيلا ديالو، يدير فيها الحمار، يدير فيها الجمل، يدير فيها القطوط. اللي جاو عنده هما اللي جاو عنده، ماشي جابهم بالجنو يحط لهم الجنو، جاو تعشاو عنده، عنده الكاميرات تماك. واش المخزن شد اشريطه على سعيد الناصري ديال البورنو؟ خرج عليه، اعلن عليها المخزن، وي خرجوه حتى هو بحال الحاج ثابت وقالوها. واصلا المخزن ملي كيشد شي اشريطه ديال البورنو ولا واش كيخرج كيعلن عليها وكيوريها لعباد الله المغاربه، المخزن كيفضح عباد الله، كيدير بهم تشهير. راه ما يمكنش هادشي هذا اللي ولينا كنسمعوه وحنا مقبلين على 2024. الحاج ثابت نهار شدو واش عمر المخزن خرج شي شريط على برا وراه للناس، ولا فضح شي واحد، ولا المخزن غادي يفضح الناس، غادي يخرج الاشرطه ديالهم ديال البورنو ويوريهم في التلفزه المغربيه ولا في دوزيم. هادشي اللي بقى لكم ما قلتوش، اتقوا الله في انفسكم. السيد راه في المحاكمه، القاضي هو اللي غيعلن ويقرر في التالي شحال هاد الناس غادي ياخذوا. الا كان بريء غادي يخرج، الا كان دار شي حاجه راه غادي يتعاقب. راه الانسان خصو يخرج يناقش المواضيع، ماشي يخرج يتشفى في عباد الله. الله يهديكم، الله يهديكم على راسكم، ما خصكمش تشفاو في عباد الله، خرجوا ناقشوا، اعطيوا المفيد للمغاربه، ويعني وبينوا للمغاربه اش خص يدار، اش خص ما يدارش وكذا. اللي ما فهمش شي حاجه قولوها له، وصلوها له بواحد الطريقه سلسه واضحه، ولكن بدون تشفي وبدون تنمر وبدون سب وبدون قذف. الله يهديكم، خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق، الله يهدي الجميع. كنتمنى ليلة سعيدة للجميع، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.